تبا له من أمتي لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد ولقد شتتوهم بين مقهور ومأسور وبين منحور بسيف عنادي هذا بسامرة وذاك بكربلاء وذاك بطيبة وذاك في بغداد لهفي وهل يجدي أسى لهفي على هي موسى بن جعفر عيلتي يا لي جادي ما زال ينقل في السجون معانيا هي عض القيود ومثقل يا الأصفادي قطع الرشيد عليه فرض صلاته هي قهرا وأظهرك من يا الأحقادي وضعوا على جسر الرصافة نعشه أيوة إماما هي ونادى عليه بالهوى يا منادي ليش بالسم يا ابن جعفر تنجتيل والله تنجتيل والجسر بحديد سجنك تنتقل سيدي والله عند مصيبتك فكري يحير هاي ما صارت ولا ظنها تصير مثلك انت وللخصم تبقى أسير ومن سجن ظالم للآخر تنتقل وسجن شاك سال السجون وهو شدهين والذي قبله يهون محدد بطامور وعليك العيون هي تمنع الحاول لعين شخصك هياك يصيل يقلب بالسم جسمه من الهضم ينظم والله بالسم وثغري بالفرح ما يوم والله تغري بالفرح ما يوم بالسم
بدل ما تبحبس هارون بس ايام وثلاث ايام وجثت على الوطية هي وثلاث ايام وجثت هي على الوطية